سأروي لكم حكاية لم تروى من قبل، هي ليست أسطورة بل حقيقة. إنها قصة احتفاء النجوم، إنها قصة احتفاء الصدف باللآل. لقد حان وقت القدوم، حديث الصدفة لباقي الأصداف. كان هناك رجل يدعى محمد يجلس دائما على البحر، فذهبت إليه فسألته: محمد، لماذا تنظر إلى البحر كل يوم وكأنك تنتظر شيئا ما؟ قال: إني أنتظر عروس البحر، خارج المملكة ستظهر اليوم وفي هذه الساعة. قلت له: وأين ستذهب عندما تظهر؟ قال: ستذهب إلى قاعة بنت النور. قال: ومن هذه؟ إنها عروس البحر هناء، إنها قد خرجت من البحر لتضيء حفلتنا هذه الليلة. هذه هناء، هذه اللي تمنيتها، ما غيرها أحد ملا قلبي ولا عين. وهذه هذه اللي غير كل الناس حبيتها، أغليها وأدري كثر مغليها تغليل. يشوفونك محمد، بس أنا والله أشوفك غير، أشوفك فارس، لا لا أشوفك صاحب سيادة، أمير أخلاق. لا أمير أخلاق، لا والله حرام إنك تصير أمير، مالك إلا فوق قدر الملك بزيادة. أيها الحضور الكرام، في هذا المساء الجميل المميز الموافق للسابع عشر من شهر ثمانية من عام 1429 للهجرة، سوف تتواجد على هذه المنصة، منصة قاعة بنت النور، نجمة هذا الحفل وعروسه هناء. أو من خارج المملكة.